صباح الخير أعزائنا المشاهدين. اليوم عنا رجعنا معكم موضوع جديد من مهم جدا. موضوعنا اليوم رح يكون على قوانين تأثير سلبيا على أطفالنا والعائلة. فحبينا أن نعمل المهم جدا للبرنامج هذا ونستضيف ضيفين مهمين عنا، وأول واحد منهم اللي هو بيكون دايركتر بالكاليفورنيا فاميلي كونسر اسمه غريك بيرت، هو دايركتر. وعنا استضفنا محامية اسمها برناديت هيلجمنت، هي محامية فاميلي اتيرني بخصوص الموضوع اللي رح نحكي فيه اليوم بمهم جدا، واللي هو قوانين تأثير سلبيا على أطفالنا والعائلة. فعنا الضيوف اليوم، خلينا نبلش. مستر غريك، good morning مستر غريك. good morning, thanks for having me. thank you for being with us today. and we have the attorney Bernadette, she's gonna be with us too. good morning Ms. good morning Bernadette, thank you for being with us today. thank you. So اول شيء بحب اوضح لكم انه موضوع حلقتنا اليوم كتير مهم، لانه رح نحكي على حكينا فيها سابقا ورح نحكي فيها كمان مره لانها مهمه كتير، على هذه القوانين اللي رح تاثر على اطفالنا وعلى عائلتنا، اللي هن خمس بيلز رح يوقعوهم الستيت، رح يتوقعهم حتى يكونوا قانونيا بمدارس اولادنا. فهدول الخمسه رح احكي لكم اياهم على السريع كل واحدة منهم إيش هي، وبعدين رح نحكي مع مستر غريك لأنه هو دايركتر بالسيتي ورح يوضح لنا إيش هي، ورح أترجم لكم كل شيء بيحكي. طبعا الخمس القوانين هدول اللي رح يوقعوا عليها اللي هو معهم من بكرة ل14/9 فترة، هاي الفترة الوحيدة اللي رح تكون على موافقة، الموافقة رح تطلع من الستيت على القوانين هذه، اللي هي أول وحدة بالرقم واحد اللي هو الطفل له الحق إنه يطلع من بيت أهله بسن الـ12 إذا أهله ما عرفوا يعني يتعاملوا معه، إذا زعل من أهله، إذا أهله ضربوه، بإله الحق يطلع من بيت أهله بعمر الـ12. هذا أول واحد، أوكي، رح يصوتوا عليه ويثبتوا. الثاني اللي هو رح الطفل له الحق يختار الجنس تاعه، اللي هو إذا هو بده يكون بنت ولا هو يكون يضله ولد، أو إذا البنت هي انولدت بنت بده تغير، أو الولد انولد ولد وبده يغير جنسه، فإلهم الحق والأهل ما إلهم حق يتدخلوا بالموضوع، وإذا تدخلوا يعني بيقدروا ياخذوهم للسجن. والشيء الثالث اللي هو تدريس الأطفال بالسكول، رح يدرسوا أطفالنا الجنس، يعني ما فيش داعي يعرفوه بسن يعني صغير، بس هن رح يعملوا قانون إنه هن يدرسوه بالسكول لأطفالنا. والشيء الرابع اللي هو رح يطلعوا القانون اللي هو للمدرسة، إنه إحنا المدرسة ما إلهم الأهل حق إنهم يتدخلوا كتير بتصرفات المدرسة لأولادهم بالمدارس، أو يعطوها ستريس، يعطوها يعني كتير ضغط ويحطوا عليها برشر، وهاي ممنوع، هاي ما لها حق إن نعمل هيك. والإشي الأخير اللي هو الخامس، القانون الخامس اللي هلا رح يصوتوا عليه، اللي هو المدرسة إلها حق كل سنة يودوها على تدريب خصوصي بخص هدولي الأطفال اللي هن بتكونوا متحولين جنسياً، كيف تعاملهم، ما إلها حق تعاملهم بصورة بتختلف عن الأطفال العاديين. سو بودوهم كل سنة مرة تدريب للمدرسات حتى يدربوهم يعلموهم كيف يتعاملوا معهم وكيف يحكوا معهم. فحبيت افسر لكم اياها اول شيء بالعربي شوي، بعدين هلا رح نبلش ونسال مستر غريك اللي هو دايركتور بالسيتي، نساله على كل وحده ايش هي. مستر غريك، ويلكم باك، ثانك يو فور بينج هير.
First, I'd like to ask you for about, we're going to talk about the five bills, of course. And the first one I would like to ask you to explain a little bit about, and what is it, is AB 665. Sure. We have called this bill the state-sanctioned kidnapping bill. Mm-hmm. And what this bill does is it says a counselor can place a child as young as 12 years old in a state residential center or group home on the child's okay alone. So the child decides if the child wants to leave the family. There's no parental consent required, or notification is required. And there's no accusation of abuse in the home that has to be required, nor does the child have to be in a threat to their own self. And okay. So, does that make sense? Yes. Okay. So Mr. Greg بيقول على أول وحدة اللي هني رح يصوتوا عليها اللي هي إنه الطفل لما يكون عمره 12 سنة إله الحق يترك بيت أهله ويطلع. إذا حب بده يطلع من بيت أهله ويعيش محل تاني بيقدر يطلع، وما في داعي يكون سبب مثلاً إنه هني عنفي، يعني إنه هني بيضربوه ولا هني بيعملوه سيء، هذا ما إله دخل بالموضوع. من غير هاي الأسباب إله حق، إذا قال بعمر ال 12 إذا هو قال بدي أطلع من بيت أهلي إله حق يطلع، والأهل ما بيقدروا يتدخلوا. أوكي. Is anything, let's say the parent, they say no, you're not allowed to go out, move out in the age of 12. What will happen to the parent? Well, the parent will not know that the child has left. The school or the counselor will mm-hmm. not have to get the parents okay. So mm-hmm. if let's say the counselor is at school, the child talks to the counselor at school, and the child says, hey, I want to leave home, and so the child will be placed in the residential center, and the parent will not know what happened. They'll have to call the school to see why their child has not come home. Okay. So let's say the parent, okay, the kid, he doesn't have to let the parent know, his parent, that he's leaving the house. But the school will know for sure, right? The school will know. Will know. They don't have, that's right. So let's say, as a mom, you know, let's say, oh, my kid didn't come back from school. Of course, I'm going to call the school first. So the school is going to tell me, okay, your school, he decided not to go back home. Even if I call the police, so it's not, nothing is going to happen, because this is what my child, a 12-year-old child, chooses. Right? That's right. To leave. That's right. Okay. Okay. So, عم يحكي على أول وحدة نقطة حكينا عليها إنه الكيد إنه لما بيطلع إله الحق يطلع 12 يكون عمره 12 يطلع من البيت. وعلى فكرة حتى لو ما في داعي أصلاً يحكي للأهل إني أنا بدي أطلع من البيت. وإذا الأهل حكوا بالسكول، السكول رح يقولوا لهم إنه ابنكم اختار إنه يطلع من البيت. عرفتوا كيف؟ فحتى لو حكيتوا مع البوليس وقلتوا لهم ابني طلع من البيت وهاي، ما بيقدروا يعملوا لكم ولا شيء. هذا اختيار ابنكم اللي هو 12 سنة، من 12 سنة ببلش انه هو يترك بيت اهله ويطلع. So ما لكم حق بأي شيء. Okay, Mr. Greg. The second bill, the one AB 957. Can we talk a little bit about it, please? Yes, this is a bill that instructs a judge that has to, in cases where the custody of the child is being decided. That means who gets to have visitation rights. And usually this is happening in a divorce case, but not always. And this law says that when evaluating what parent gets to have custody, that the judge must give preference, must favor the parent who affirms a child's chosen gender identity. So the religious parent or the parent who believes biology determines gender
will lose custody of the child because of their belief. Okay. So, الموضوع الثاني اللي عم يحكي عليه مستر جريك إن هو اللي حكينا عليه اللي هو الطفل له الحق إنه يختار الجنس تاعه. أوكي؟ ولا حدا من الأهل بيقدر يتدخل بالموضوع هذا. له الحق الطفل. ف حابة أسأل بهذا الموضوع مس برنديت، are you with us؟ Yes. Can you let me know what you think as an attorney, your attorney, a family attorney? Yes. So as an attorney, can you talk to us a little bit about what yes. Mr. Greg, he just tell us about Bill AB 957? Yes. So some of your viewers may think this doesn't apply to us because we don't believe in divorce or we are on the same page with our child. The problem is all of these bills are building blocks in attempts to limit parents' rights and to destroy the nuclear family. In a nuclear family, mother and father have the authority and the guidance and the rights and responsibilities over the children. So if the other bill gets passed and a 12-year-old can be confused by a school counselor and can decide they don't want to go home, a family that is a husband and wife who are together will now be judged against this other bill. And the court will look, should mom and dad, who are trying to raise this child in a good, solid religious home, who does not mm-hmm. believe in transgender or LGBTQ, should they have custody and visitation, or should the child stay in the foster home? So these bills are building on top of each other to destroy our parental rights and the beauty of the nuclear family. Okay. So each bill has to be considered, not just for those going through divorces. Okay. السيدة برنديت عم تحكي بالنسبة للموضوع، سألتها شو رأيك باللي حكاه مستر جريك آخر نقطة حكينا فيها، وقالت هو النقاط هدول الخمسة كلهم مهمين، وإحنا إذا إحنا يعني أهالي منقول أوه هذا الإشي ما بتطبق على أولادنا مثلا، إحنا نقول أوه سمعنا بالمواضيع هاي وإنه هاي ما بتطبق على أولادنا، ما بيصير نعمل هيك، كلياتنا لازم نكون إيد واحدة ونكون ضد هدول القوانين الخمسة اللي رح يسووا عليهم فوت، رح يصوتوا عليهم، لازم نكون ضدهم لأنه واحدة بتتبع الثانية، يعني كلهم مع بعض هدول المواضيع كلهم الخمسة اللي رح هلأ يصوتوا عليهم. فهاي الشيء هذا بتقول لك هي كمحامية عم تحكي لنا إنه هذا الشيء كتير مهم إنه إحنا نصوت عليه ونكون ضده لأنه رح يدمر العلاقة بيننا وبين أولادنا. عرفت كيف؟ يعني إحنا كواحد يكون كأب وكأم مربين أولادنا وعلى يعني التربية اللي بدنا إياها إحنا والديانة تاعتنا وكل إشي، يروحوا على المدارس ويشوفوا هذا الإشي، فهذا تدمير إنا، تدمير إحنا للعائلة، تدمير لكل عائلة إذا هذا القانون وافقوا عليه إنه يعملوا بمدارس أولادنا. فهي بتنصح إنه هذه القوانين الخمسة اللي رح هلأ يصوتوا عليها كلهم لازم نوقفهم، لازم نتحرك ونعمل شيء فيها. أوكي مستر جريك، let's go back to you still with us, Mr. Greg? Yes, yes, I'm here. Yes, sorry. Okay, let's go back to number three, the bill AB 1078. Yes. Okay, there are several, well, I'll say, California has over 900 school districts. Mm-hmm. And these school districts have authority to make decisions about curriculum and books and teaching that's in their school district. So this bill is taking away some of those rights that school districts have to determine what curriculum and what books are in their school libraries. And so why don't you explain that one first, and then I'll come back and explain more. Okay. So الموضوع اللي هو الثالث اللي رح نحكي عليه اللي هو عن القانون اللي رح يصوتوا عليه بأنهم يدرسوا أولادنا بالمدارس عن الجنس، وهذا الشيء طبعا احنا ضده من زمان. ف
فهلأ عملوها على أساس يحطوها يعني رسمي ببرنامج المدارس، إنهم من البرامج الباقيين كاللغة العربية واللغة الإنجليزية والهاي كلها، هاي إنهم يدرسوا كمان الجنس بالمدارس. عرفت كيف؟ ففسرت لكم إياها شوي ورح يكمل الموضوع عنها. أوكي مستر غريغ. So there are several this year, several school districts passed some curriculum and they banned some books that they didn't like for their students. And the state government and the politicians up here in Sacramento disagreed with what they did. And so this bill is to punish them. It makes it harder for a school district to remove a book, because many books are being put into our libraries that are very pornographic. But this makes it harder to remove those books. And it also allows the state to levy fines against a school district if they don't adopt the curriculum that the state government wants them to. Okay. So بيحكي من البرامج اللي نزلها اللي بينزلوها بالسكول هاي وبينزلوها باللايبريز وكل هاي الكتب هاي يعني اول شيء صعب انهم يخطوها كلها ويقيموها، بس لما بدهم يقرروا انهم ينزلوا هاي الشغلات ايش المنهج الدراسي بالسكول فبيكونوا يعني صعب انهم يقيموها من المدارس. عرفتوا كيف؟ So هلا انا حابه اسال المحاميه Miss Burnett, what you think about what Mr. Greg just mentioned? Yes, this is the state government trying to interfere with local control of our school boards. So we all live in communities and we vote for our school board members to represent us. Yeah. So we want our board to be an accurate reflection of our community with our similar values and ethics, etc. Mm-hmm. So, for example, in Orange County and in Temecula, I believe, those new school boards voted to give parents more access to information regarding their children. And the state didn't like that. I know of other school boards that have voted not to include certain curriculum on the sex ed and gender ideology. But now the state doesn't like that. So this bill, if it is passed, will allow the state to punish these school boards for doing what the parents want. And this is an overreach by the state. We are not governed completely by the state. We have these local levels of government for a reason. So some of these bills that the California legislatures are trying to enact, they are completely unconstitutional and in conflict with other laws. But again, they don't care because they're trying to impede on the nuclear family and the parents' rights. Okay, thank you. So, المحامية برنيت بتقول إنه في بعض مثلاً زي أورانج كاونتي في قوانين كتير قوانين بالمدارس بتنزل وما بوافقوا عليها. بس هنا عنا بمنطقتنا هون ما عنا هذا الإشي، ما يعطوا الحق للأهالي الحق إنهم يختاروا إيش يدرسوا أولادنا بالمدارس. فكله بيرجع على نفس ما حكت من أول الموضوع، إنه هي كل هدول المواضيع القوانين بيرتبطوا ببعض. فإحنا كل هدول الخمس قوانين اللي رح هلأ يصوتوا عليهم بيرتبطوا ببعض ولازم كلهم نوقفهم. So Mr. Greg, let's go back to number four, the bill AB5, please. Okay. Now AB5 is a bill that requires all public school teachers to have LGBTQ, which is, mm-hmm. you can explain that to them. Yes. LGBTQ, yes. A training mm-hmm. that is encouraging and affirming of all LGBTQ identities for K through 12 schools. Okay. So, and specifically what that means is that a teacher must think one way about gender. They must think one way about
sexuality, and they must encourage that pro-LGBT identity into their students. Okay, thank you. So, الموضوع الرابع اللي عم بسأل مستر جريك عليه اللي هو الموضوع اللي حكيت لكم إياه, القانون اللي رح يطلعوه بالنسبة ل المدرسات بالمدارس, رح يودوهم مرة بالسنة تدريب يدربوهم كيف يتعاملوا مع الأولاد اللي بيكونوا متحولين جنسيا. يعني ما بيصير يعملوهم, بيختلف معاملتهم إلهم تكون تختلف عن معاملتهم للأولاد اللي بيكونوا عاديين يعني مو متحولين. فتصوروا لدرجة إنه بودوهم مرة بالسنة للمدرسات يعلموهم كيف يتعاملوا مع هدول الأولاد اللي بيكونوا متحولين. Miss Burnett, what do you think about the bill AB5? Yes, this is again is a very troubling bill. This is teaching the teachers to only allow one thought process and opinion. But many of us Christians who are trying to raise our families the way we feel they should be raised, mm-hmm. and again, that is a parent's right to raise their children in their faith values. We feel that these gender ideologies and transitions are not what God's plan is for our children. So we don't subscribe to this belief. And it should be the parents' right to raise their children as such. However, with this training that would be mandated under this bill, these teachers and counselors would be targeting those Christian homes. They would be asking your child questions about what kind of faith is taught in your home. Do your parents believe that gender is fluid and it's okay for you to transition? Mm-hmm. That is not okay. That's a complete invasion into our privacy and into our rights as parents mm-hmm. to yes. be able to raise them in the way we feel. So it, again, these are building blocks to go ahead and violate the rights of our families and our parental rights. Thank you, Ms. Burnett. فالمحامية برنيت عم بتقول بالنسبة للموضوع اللي حكاه مستر جريك على إنهم يدربوا المعلمات على إنهم يعاملوا كل الأطفال بالسكول نفس الإشي, المتحولين واللي مش متحولين. هي كمحامية بتقول لك هاي الأشياء ضد إحنا الفاليو تاعتنا والديانة تاعتنا وتربيتنا لأولادنا, هذا الشيء كله ضده, هن عم بيسووا ضدنا إحنا كأهل كيف منعامل من ربي أولادنا وكيف ديانتنا بتسمح لنا أصلاً كيف نكون. لما الواحد يعني الله خلقه ولد بكون ولد بضله ولد, خلقك بنت بضله بنت. هدول عم بيشجعوا الجنس الثاني اللي هو إنه تتحول, إنه it's okay لأولادنا, ما بعلش إذا أولادنا بدهم يتحولوا إشي طبيعي. حتى بيدربوا رح يدربوا المعلمات على إنهم يعاملهم كلهم زي بعضهم, بس إني مش كلهم زي بعض طبعا, شيء بيختلف, بس هذا الشيء اللي هن بدهم إياه وهذا الشيء اللي هن عم بيعملوه هلا, وعلشان هيك رح يصوتوا عليه حتى للموافقة عليه, حتى ما نقدر إحنا أهالي نقدر أصلا نحكي بهذا الموضوع أو نمانع هذا الموضوع. فعنا هي هاي الفترة اللي عنا اللي هي زي ما حكيت لكم من بكرة ل 14/9 إنه إحنا نروح نصوت ونعترض على هذا الشيء. So, Mr. Greg, last bill is the SB 596, please, if you explain yes. a little bit about it. Sure. This, over the last several years, more and more parents are going to school board meetings and complaining and being very upset at what is happening in their schools, and they're voicing their frustration at school board meetings and to teachers. And this is frustrating a lot of administrators and teachers. They don't particularly like this. And so this particular bill is meant to silence parental free speech. And here's how it works. Mm-hmm. It says it will be a crime if you say something to a board member or to a school teacher that seriously alarms them or causes them
emotional, substantial, of no emotional distress. Okay. And I'll say more after you translate that. آخر بل نحكي عليه اللي هن رح يصوتوا عليه اللي هو رح بالنسبة للأهالي إنه ما إلهم حق يتدخلوا كتير بالمدرسات بالسكول أو يعطوهم ستريس أو ينتقدوهم كتير، ما بيصير يحسسوهم بهذا الإحساس أو يحسسوهم يعني بغير الأمان. وعليها كمان فاين، عليها يعني جزا $1,000 بيقدروا إذا المعلمة ابنك أو بنتك بالمدرسة اعترضت على معاملتك معها أو خوفتها بأي طريقة أو أي إشي، إلها الحق تشتكي عليك وبكون غرامة بدفعوك $1,000. أوكي مستر غريك، to avoid all this bill, like not we cannot avoid them is to we didn't want them to be in our kids' school. What we should do as a parent? What you advise the parent to do to stop this bill? Well, I mean, these bills are being passed by people in the state government that your community elected. And so the first question is, do you know who these people are? And if you don't like the bills that they're proposing, you need to tell these representatives that you're against the bill. Okay. So that's the first thing. People need to learn who their representative is and then and find them out. Know. And they have offices in your local community. Okay. So Mr. Greg بقول الشيء اللي لازم نعمله وبأسرع وقت اللي هو إذا إحنا معارضين لهذه القوانين اللي رح يصوتوا عليها هلأ من بكرة، لازم نشوف مين الناس اللي مسؤولين عنا، المنظمات اللي عنا، الكنيسات، كل الناس اللي مسؤولي عنا إحنا، لازم إحنا نروح ونوصل لهم صوتنا ونحكي لهم إنه إحنا معارضين على هذا الشيء، حتى هن يتصرفوا كمان، هن يتصرفوا ويساعدونا نحاول نوقف هذه القوانين اللي عم تحصل بالمدارس. وطبعا احنا على الشاشه زي ما انتم شايفين عنا الويب سايت اللي بتقدروا تطلعوا عليه وتقدروا تبعتوا مسج يوصل للسنتر. اوكي لازم من كل شخص معارض على هاي الخمس القوانين اللي راح يصوتوا عليها اللي هي ضد مبادئنا واخلاقنا وكل شيء احنا يعني وي بليف، انكم تحكوا مع الويب سايت هاي، تطلعوا على الويب سايت تحكوا اذا في تليفون او تبعتوا مسج ايميل وتقولوا انكم معارضين وبدكم توصلوا رساله للسناتر وتحكوا ايش هي الرساله، انه احنا معارضين لهذه الفايف بيلز اللي رح يصوتوا عليها بكره. مس برنيت يو ستيل وذ اس؟ يس. وات يو ادفايس ذا بيرنت تو دو to stop Again, this five bills, you know, by yes, being so happening. There are actually many bills on the calendar and on the session, but these are the five most troubling. And again, all of these are stepping stones to build a wall to separate parents from their children. We don't believe in that. We believe in the nuclear family where parents and children are together and they are led by the father and the mother. So everyone needs to recognize this is a threat to all families, even the non-Christian families, your neighbor's families, your brother's families, your grandchildren's families. And we need to take action. Just like when we had our babies and they were little and we had to get up in the night to feed yes. them. It's just something we have to do for our children's survival. You're right. And this is the same. You're right. We must take action. يس المحامية برنت بتقول لازم احنا نعمل شيء، ما بيصير نضلنا ساكتين، لازم هادي الويب سايت اللي طالعة عندكم على الشاشة هلا لازم تطلعوا عليها ولازم توصلوا لازم توصلوا رأيكم بالموضوع هذا وانكم انتوا ضد هذه القوانين اللي رح يوقعوا عليها بكرة، لازم توصلوا صوتكم للسناتر للي مسؤول عن السيتي تاعتنا بالنسبة لهذه القوانين كلها. وإشي مهم مهم كتير إنه إحنا نسويها لأنه هاي ضد كل ديانة،
مش بس الديانة المسيحية أو كل الديانات، هذا الإشي ضده. ف مستر غريك، we want to thank you so much today for being with us. And Miss Burnett, thank you so much for being with us today. We appreciate thank you it. Very much. Thank you so much. نشكر الجميع على متابعتكم إلنا، ورجاء لا تنسوا تطلعوا على الويب سايت اللي وجيناكم إياها وتوصلوا صوتكم، وإنه وكيف إنه إحنا ضد هاي القوانين كلها. والتصويت بليز رح يكون بكرة على هذه القوانين معكم ل14/9. هاي طلعنا لكم الويب سايت كمان مرة، بليز تطلعوا عليها وتوصلوا صوتكم إنه إحنا ضد هذه القوانين وما بدنا إياها. شكرا لكم، شكرا لكم ولمتابعتكم طبعا اليوم لنا على هذا الموضوع، في مهم جداً.